كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله كتاب الله كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال الإمام البيضاوي في قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، يعني الكميات الكبيرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، يعني الخيل التي ترعى وتأكل من الأرض، والأنعام والحرث يعني الزراعة. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال الإمام البيضاوي: المزين الله، ولعله زينه ابتلاء أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى، أو لأنه من أسباب التعيش وبقاء النوع. يا إخوان، لولا أن الله عز وجل زين لنا التعلق بالنساء لما تزوج منا أحد. وأذكر أنني بعد زواجي وقد غبت عن الإخوة في دروسي، قلت لهم سأغيب عنكم درسا وسأتيكم في الدرس الذي يلي. فلما كان الدرس القادم وجئت بعد الزواج، كان عنوان الدرس 5 نقاط حول الزواج. النقطة الأولى: العاقل لا يتزوج. والله يا أخوان، لو أن الإنسان حمل الزواج بالعقل وحده لا يتزوج، لأنك بالعقل لماذا تكون مسؤولا عن شخص آخر؟ أنت مسؤول عن نفسك وحامل التزاما تجاه نفسك، فلماذا تكون مسؤول عن زوجة؟ ولماذا الزوجة تكون مطيعة وتابعة لرجل؟ ليه؟ لو وزنت الزواج بالعقل وحده لا تتزوج. لماذا أنت تصير ملتزما بأسرة؟ لماذا أنت تحمل هم أسرة؟ بالعقل وحده، لو كان الأمر عقلا وحده ما يتزوج. لولا أن الله زين للناس حب الشهوات من النساء ما تزوجوا. هذا من جهة. وأقوام آخرون زين الله تعالى لهم الأجور الأخروية فتزوجوا. فالناس إما تقودهم شهواتهم نحو الزواج، وإما يقودهم طمعهم بالأجر الأخروي. أنت لما بتتزوج صحيح ستحمل مسؤولية امرأة، وصحيح هذا جهد وهذا بذل وهذا عطاء وهذا هم وهذا تبعات عليك، لكن أنت مأجور في كل خطوة وفي كل حركة. فأناس منا يحدوهم الأجر العالي، لذلك هو يتزوج. وكنت مرة قد جمعت
الأجور التي ينالها المتزوجون ولا يمكن لغير المتزوج أن ينالها. في أجور بالشريعة مهما عملت من أعمال صالحات، مهما صليت، مهما ذكرت، مهما بنيت مساجد، مهما عملت في الدعوة، لن تنال هذا الأجر حتى تتزوج. في أجور لا ينالها إلا المتزوجون. هذه الأجور تغري العقلاء بأن يتزوجوا. هلأ في أناس لا يتنبهون للأجور، فتأتي الشهوات فتغريهم أن يتزوجوا. ولو تجرد المرء من الشهوات أو تجرد من طمعه في الأجور الأخروية وحسب الزواج بالعقل وحده لا يتزوج. لذلك الحمد لله الذي زين لنا حب الشهوات من النساء والبنين. كمان الله عز وجل زين الأم عندما تلد، شيء عجيب، كلكم يسمع وكلكم أخبر وكلكم علم، يعني كيف الأم تكاد تموت، تموت تموت في لحظات الإنجاب، ثم هي تنجب مرة أخرى. لماذا؟ لأنه مزين، هذا الولد مزين لأمه، وإلا لو حسبتها بالعقل ما كيف تنجب طفلاً؟ كيف تنجبين وأنت تكادين أن تموتي؟ لكن الله عز وجل زين لنا حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، كمان الأموال الكثيرات. أنتم تعلمون يا أخوان، يعني لما نزلت الأزمة أصحاب الأموال الكثيرة صار عندهم خوف كبير كبير كبير. يعني هلأ الدراويش ما عنده مشكلة، كان يمشي في الطريق في النهار، يمشي في المساء، يمشي عند الفجر، يمشي ما عنده شيء. يعني شو بدهم هلأ إذا أجوا خطفوه شو بدهم؟ بالعكس بيقول لك يلا بيطعموني وبيشربوني وبيقعدوني عندهم منيح. أما صاحب الأموال الكثيرة بيقول لك يا أخي والله شيء بيخوف، صار بده يروح يستأجر من شركات هذه الحماية، يروح يستأجر أشخاص لحمايته ليقوم يصير معنا شيء. فهذه الأموال الكثيرة صحيح هي تعطيه شيء من الراحة، بس بالمقابل خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. لكن الله عز وجل زين لنا هذه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، البقر، الأبقار، والإبل، والأغنام، والزراعة والحرث. الفلاح شيء عجيب يا أخوان، تلاقي الساعة 4 نازل، الساعة 2 نازل مشان يحول المي، بيتعب 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 تعب خير الله. طيب كيف أنت تتعب هذا التعب؟ زين الله تعالى له حب الأرض، حب الزراعة، ولولا أن الله زينها لا يزرع أحد زراعة، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالحمد لله الذي زين لنا هذه الشهوات. قال الإمام البيضاوي زينها ابتلاء، بده يختبرنا. الآن أنا يا عبدي زينت لك حب النساء، طيب، وأمرتك ألا تقيم علاقة مع النساء إلا وفق ضوابط الشرع، الزواج الشرعي. إن استجبت فأنت رفعت، إن غلبت دينك على شهوتك رفعت، وإن لم تستجب غلبت شهوتك على دينك انخفضت. ولولا أن هذه الشهوة موجودة ما كان في فائدة من الامتحان. هلأ الملائكة لا تمتحن بالنساء ولا تمتحن بالأموال ولا تمتحن بالمناصب لأنه ما عندها هذا الميل، لكن الامتحان يظهر قيمته عندما يكون فيك ميل نحو شيء ثم يقول لك الشرع خذه من هذا المكان ولا تأخذه من هذا المكان. فقال لعله جل جلاله زينه ابتلاء، أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله. ذلك يا أخوان اسعوا بأن تتزوجوا، صحيح بأن العقل لا يتزوج، لكن الطامع في أجور رب العالمين يتزوج. فاسعوا بالزواج للوصول إلى السعادة الأخروية، للوصول إلى سعادة ما بعد الموت، فضلا عن كمال الحياة الدنيا. اجتهدوا أن تحصلوا من المال ما تستطيعون لكن وفق الضوابط الشرعية. اجتهدوا أن تبذلوا وتغرزوا وتبذروا وتزرعوا ما تستطيعون لكن وفق ما أمر الله عز وجل. اجتهدوا أن تملكوا من الأنعام ما تستطيعون لكن وفق ما أمر الله عز وجل. واجعلوها مطية للدار الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. والله نياله إذا ملاقي رجل صالح ومعه مال كثير. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما مات كان من أغنياء المدينة، لما مات
قطعوا الذهب الذي يملكه بالفؤوس عشان يوزعوا الورثة تبعه على زوجاته وأولاده بالفؤوس، صاروا يكسروا الذهب. وعبد الرحمن بن عوف واحد من العشرة المبشرين بالجنة. سيدنا عثمان بن عفان جهز جيشاً قوامه 10,000 مقاتل. فيك تتخيل 10,000 مقاتل قديش هدون تجهيزون؟ وسيدنا عثمان بن عفان رجل تستحي منه الملائكة. فأنتم يا إخوان فلنسعى، المسلم مأمور أن يسعى في هذه الحياة الدنيا لكن لتكون مطية إلى الآخرة، فهو يأخذها من حيث يرضى الله ويبذلها إلى حيث يأمر الله. تتذكروا حديث لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، اثنين من الأسئلة عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال لعله زينه ابتلاء يعني اختبارا، أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إن كان على وجه يرتضيه الله تعالى، أو ليش زينه، أو لأنه من أسباب التعيش وبقاء النوع. لولا أن الله عز وجل زين الزواج وزين الزروع وزين الأموال والناس ما عملت في الأرض تهلك الأرض. واحد من أسباب استمرار الحياة على هذه الأرض واستمرار النوع أن يكون زواج، أن يكون زراعة، أن يكون صناعة، أن يكون اقتصاد. لذلك المسلم الذي يكسل هذا عم بخالف مقاصد الشريعة. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. والشاب اللي قاعد ما عم يشتغل شيء، لا دراسة ولا شغل، هذا عم بخالف مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت لإعمار هذا الكون، هذا قاعد ما عم بيساوي شيء، يعني نائم قاعد طول النهار وعم يتفرج على مقاطع الواتس أو مقاطع الفيديو. طيب شو عم تفعل أنت في هذه الأرض؟ المسلم الذي لا يعمل هذا يخالف مقصد الشريعة. الشريعة جاءت للعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الشريعة كل عمل، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أما إذا واحد ما بيعمل، واحد بيكسل، واحد يعتمد على الآخرين، واحد كأنه طفيلي على أبيه، طفيلي على جده، طفيلي على أمه، طفيلي على إخوانه، هذا بعيد عن الله عز وجل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل متفرغ للعبادة، شاب قاعد بالجامع صلاة وصوم وذكر وقراءة قرآن وحفظ قرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيه بالطعام والشراب؟ مين عم يجيب له أكل وشرب لهذا اللي قاعد متفرغ للعبادة؟ قالوا كلنا يا رسول الله، كل واحد بيجيب له هيك هدية. قال كلكم خير منه. الله أكبر، مع أنه والله عم بيصلي كثير، عم بيصوم كثير، عم يقرأ قرآن كثير، كلكم أحسن منه لأنكم أنتم تعمرون الكون إذا كنتم منضبطين بالشريعة. صحيح أنا بدي أخذ حظي من القرآن وأخذ حظي من الصلاة وأخذ حظي من الذكر، بس بعدين بدي أنطلق لأعمر هذه الحياة الدنيا. وقد زين الله تعالى لنا هذه الشهوات من أجل أن يستمر التعيش وبقاء النوع. غير أن القرآن الكريم متكامل، غير أن هذه الشريعة وسط، الماديون لا يفهمون إلا متعة النساء ومتعة المال ومتعة الزراعة ومتعة الصناعة ومتعة التجارة، والتاريخ كله صار مشان الثروات الاقتصادية، ونهضة الأمم إذا نهضت حالتها الاقتصادية، وصلاح البلاد إذا تحركت العجلة الاقتصادية، والحروب كلها تقوم من أجل المال، هكذا يفهم الماديون. الحياة كلها فقط مادة، حتى أن الشيوعيين قالوا الحياة مادة ولا إله، ما في شيء اسمه الله. خلاص الحياة أنت شو شايف؟ شايف كاسة؟ في كاسة. شايف ياسمين؟ في ياسمين. شايف فلوس؟ في فلوس. شايف نسوان؟ في نسوان. شايف الله؟ لا، ما في الله، هكذا يقولون. الحياة مادة ولا إله. القرآن الكريم لا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. جاء قوم على هذه الأرض ترهبنوا، قالوا أخي هذه المادة سبب الشرور، هذه المادة سبب الآثام، هدون النساء هم شر الخلق، هذه الأموال هي التي توقع العداوات والخصومات بين الناس، هذه الزراعة والصناعة هي التي تبعدك عن فضائل الروح. فجاء ناس ترهبنوا، قال خلاص لا بدنا نشتغل ولا بدنا نعمل ولا بدنا نساء ولا بدنا نتزوج، وبدنا نقعد هيك برؤوس هالجبال نعبد ربنا. رهبان، ناس ماديين
ألغوا الروح، أناس روحيون ألغوا المادة. جاء الإسلام وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات. مفسرون قالوا من المزين؟ زين مبني للمجهول. مين الفاعل؟ قال الله، الله زين للناس حب الشهوات. بس بعدين القرآن الكريم يتابع يقول قل أأنبئكم بخير من ذلكم. شايف حب الشهوات تبع النساء منيحة إذا انضبطت بالشرع، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة منيحة إذا انضبطت بالشرع، والخيل المسومة والأنعام والحرث كله جيد إذا انضبطت بالشرع. بس الله عز وجل يقول قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أنا يا عبادي ادخرت لكم إلى آخرتكم أفضل بكثير مما ترون في الدنيا. أترون تعلقكم بالنساء في الدنيا؟ ما عند الله خير في الآخرة. أترون تعلقكم في المال في الدنيا؟ ما عند الله عز وجل ادخره لكم أكبر. أترون تعلقكم بأراضيكم وزروعكم وثماركم؟ ما عند الله عز وجل أكبر أن ادخرته لكم. لا عليه أن تأخذوا من هذه الدنيا، لكن على أن تجعلوها مطية للآخرة، ولا تنسوا نصيبكم من الآخرة. من هؤلاء الذين اتقوا؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. تتذكروا هذون الذين اتقوا مين؟ هذون نفسهم تبع مطلع سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يقررون أن يأخذوا هذا الدليل الإرشادي. سورة البقرة إلى محور واحد رئيس، أن هذا القرآن هو كتاب هداية وما علينا إلا أن نأخذ به. سورة آل عمران تعزز هذا المحور، نفس المحور، هذا القرآن هذا الدليل الإرشادي هو كتاب سعادتكم يا عبادي، يلي يأخذون بهذا الكتاب سيسعدون في الدنيا والآخرة. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. من الذين اتقوا؟ قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا، نحن آمنا بهذا الدليل الإرشادي، نحن سنتبع أوامرك التي كتبتها بالدليل الإرشادي، نحن ما أمرتنا به سنأتمر وما نهيتنا عنه سننتهي، نحن آمنا بلقائك، آمنا بالموت وما بعده، آمنا بأننا موجودون على هذه الحياة الدنيا من أجل أن نعمرها تقربا إلى الله تعالى. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، إذا قصرنا يا رب سامحنا وقنا عذاب النار. هلأ إذا واحد قال لا لا أنا الدليل الإرشادي أصلا ما لي بحاجة له، أنا عقلي بدلني سواء في دليل إرشادي أو ما في دليل إرشادي، أنا لن أأتمر بأمر السماء، خير إن شاء الله هذا ليس من الذين اتقوا، لذلك لن تكون آخرته كما كانت آخرة المتقين. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين، شوفوا يا شباب، وقد أكرمكم الله تعالى بالإيمان، وقد أكرمكم الله عز وجل بسلوك درب التقوى، اعلموا أن هذا الدرب صعب وأنكم تحتاجون فيه إلى الصبر. أول وصف كما وصفه القرآن للمتقين الذين ينضبطون بأوامر الله الصابرين، والصبر هو حبس النفس على ما تكره. هلأ حضور مجالس العلم بده صبر، الفيء على صلاة الفجر بده صبر، غض البصر بده صبر، بر الوالدين بده صبر، حفظ القرآن بده صبر، الأمر بالمعروف بده صبر، النهي عن المنكر بده صبر، أن تمضي منضبطا بكتاب الله وأمره في جو لا يساعدك على هذا الأمر تحتاج إلى صبر، ومستحيل أن تصل إلى الله تعالى من دون صبر. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لابد أن تصبر، إذا صبرت سيجعلك الله إماما، إذا حبست نفسك على ما تكره سيجعلك الله إمام شامة بين الناس. والصبر كما تعلمون ثلاثة أنواع، فصبر على الابتلاء، وصبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي. تشوف المعصية قدامك هيك وأنت تستطيع أن تأخذها بس تحبس نفسك على ما تكره وتمنعها. زين للناس حب الشهوات، شايف، وأنت ترى الشهوة أمامك ونفسك تدعوك وشيطانك يدعوك ورفيقك غير الصالح يدعوك، وأنت بتقول قال معاذ الله
إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. بس هالكلمة حتى تقولها بدك تكون من الصابرين. وإنما يكون الصبر عن المعصية، يساعدك على الصبر عن المعصية ثلاثة أمور: مطالعة الوعيد. هلا إذا واحد عرض عليه مال حرام، مطلوب منك أن تصبر وتقول لا. مرات أنت موظف، بيجي مين بيحط لك بدرجك، هو بيفتح الدرج وبيحط مبلغ مالي، بدك تقول لا. يساعدك على أن تقول لا مطالعة الوعيد، تتذكر أنه الله شو رتب من عقاب على هذه الفعلة، فإذا تذكرت عقاب الله عز وجل ابتعدت. قال: ويعينك عليه الحياء من الله. تستحي أنت في نظر الله تعالى. هلا إذا واحد الله شايفه بيقدر يطلع على الحرام، قاعد بغرفتك فاتح الكمبيوتر تبعك وداخل على النت عم تراجع موضوع علمي، وإذ ظهرت إليك أيقونات أو شيء تدعوك إلى أن تدخل إلى مواقع غير جيدة، إذا راقبت بأن الله يراك تستحي منه، ما بتقدر تري. ما أنت إذا أبوك يراك تستحي منه، إذا أخوك يراك تستحي منه، إذا صديقك يراك تستحي منه، إذا شيخك يراك تستحي منه، إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يراك تستحي منه، إذا الله يراك. شايف؟ يعينك على ترك المعصية مطالعة الوعيد، واحد، والحياء من الله، اثنين، وأحسن من كل ذلك الخوف من هجر الحبيب. في ناس من كتر ما بيحبوا الله إذا عرضت لهم معصية ما بيقدر يقرب، يخاف أن يهجره الحبيب، يخاف أن يقول الله تعالى له هذا فراق بيني وبينك. يا لطيف، ما بيقدر يقرب. يعني إذا دعته امرأة ذات منصب وجمال بيقول أنا لي صلة مع حضرة الله عز وجل، معقول ليقوم الله يهجرني؟ إذا هجرك رب العالمين، يا أخوان، إذا رب العالمين قال للعبد لا صلة لك بي، والله بطن الأرض خير لك من ظهرها، تلفت. فيعينك على الصبر عن المعصية ثلاثة: مطالعة الوعيد، والحياء من الله، والخوف من هجر الحبيب. ويعينك على الصبر على الطاعة. هلأ الصبر ثلاث أنواع: صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة. صلاة الصبح بده صبر، صلاة العشاء بده صبر، بر الوالدين بده صبر. يعينك على الصبر على الطاعة المحافظة عليها. هلأ اللي بيصلوا الصبح مع التكرار مع التكرار بتصير صلاة الصبح عادي عنده، من كثر ما بيحافظ على الطاعة بتصير عادي. يعني حتى الآخرون يستغربون بأنه شلون أنت بتفيق، هو بيقول له شلون أنت ما بتفيق؟ يا رجل ما بقدر، أنا متى ما صار يعني الساعة 4 لازم يكون ناهض من سريري، ما بقدر. بدون منبه، بدون جوال، بدون اتصال، خلاص هو اعتاد الطاعة. شلون أنتم بتحضروا الدرس؟ يعينوا حضور الدرس بده صبر يا أخوان، لكن مع التكرار مع التكرار بيصير عندك الدرس عادي، ما تستطيع أن لا تجلس. والله قال لي أحد الأخوة، وهذا أظن كثير منكم يشعر به، يعني إذا صار يوم تنين وأدن المغرب وهو ما وصلان على الجامع بسبب أنه موجود هو ببيته، موجود بمحله، يا لطيف، في ضيق كبير، ضيق كبير ما بتحمل، يعني أنه أنا مو لك مو هون، هون لازم يكون بمكان آخر. صارت الطاعة عنده عادة. الله يجعل طاعاتنا تصير عندنا عادة وديدا وهجير، دائما هيك نعتاد ذكر الله، نعتاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعتاد حضور مجالس العلم، نعتاد بر الوالدين. في ناس عنده بر الوالدين ابدا عاد، مستحيل مستحيل ما يطلع من البيت الا ليرضي ابوه يرضي امه. خطيه، في ناس عنده ما بيطلع من البيت لحتى يهز بدن ابوه وامه، هيك بيقول لك اخي عم بيحكني بدني بدي ازعجهم وبعدين اطلع. لا، الله لا يشقينا يا اخوان. قال: وانما يكون الصبر على الطاعه بالمحافظه عليها والاخلاص فيها، هي اثنين، وبايقاعها موافقه للسنه. لذلك اجتهدوا يا أخوان بصلاتكم، بصومكم، بزكاتكم، بحجكم، ببركم لوالديكم، برعايتكم لزوجاتكم وأولادكم. ما استطعتم أن توافقوا السنة، كلما وافقتوا السنة أكثر بتصير عندكم صبر على الطاعة أكثر. وإنما يعين على الصبر في البلاء، الصبر الثالث صبر في البلاء، يعين عليه ملاحظة حسن الجزاء.
هلأ مرات واحدنا يصاب بقلة، يصاب بمرض، يصاب بفقد عزيز، نسأل الله السلام لنا ولكم. إذا طالع حسن الجزاء ما بتلاقي غير سكنت نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قول الله تعالى: إذا أخذت من العبد حبيبتيه لم أجد له جزاء دون الجنة. حبيبتيه يعني نسأل الله السلام عيونه، يعني ما عاد يرى، لا يجد له الله تعالى جزاء دون الجنة. فإذا هذا المصاب يعني بفقد بصره تذكر حسن الجزاء يهون عليه هذا البلاء. إذا مات ولد العبد قال: يا ملائكتي قبضتم ولد عبدي؟ يقولون: نعم يا رب. ماذا قال عبدي؟ يقولون: يا رب حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. نسأل الله السلام لنا ولكم. لكن من ابتلي إذا طالع حسن الجزاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يوشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطايا. لما بتطالع حسن الجزاء تصبر. في امرأة صالحة وقعت فردت إصبعها ردا شديدا واحتاجت نسأل الله السلام إلى القطع. قال: فلم يجدوا منها ضجرا، ما ضجرت ولا تولولت ولا صارت ليش هيك صار معي وتشوهت أنا وطول عمري بدي عيش هيك. في ناس يجزعون، ما وجدوا منها جزعا. فقيل لها: لما لا تجزعين؟ ما رأينا منك جزعا. قالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. فمما يعين على الصبر على البلاء مطالعة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج. كمان واحد إذا يطمع بفرج الله عز وجل يخفف عنه مصابه. والحقيقة يا أخوان ما أحد يبقى في البلاء، يعني بالأخير هذه الدنيا كلها ستذهب والعبد سيذهب من هذه الحياة الدنيا، يعني لن يستمر البلاء في المرء على هذه الأرض، والفرج قادم بإذن الله تعالى. فانتظار روح الفرج يساعدك على الصبر على البلاء. قال: وإنما يكون الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج، وتهون البلية بعد أيادي المنن. مرات واحد يصاب بمصيبة، طيب شو مريض مثلا نسأل الله السلامة، عنده مشكلة بالكلية، إذا راح يعد أيادي المنن، الحمد لله أنت عم تشوف وعم تسمع وعم تنطق وعم تحس وقلبك شغال ورئتينك شغالين، الحمد لله تمشي على قدمين، الحمد لله عم تفوت على بيت الخلاء بدون مساعدة وانت عايش آمن، والحمد لله أنك مسلم. إذا بتعد أيادي المنن يهون عليك البلاء. رجل أصيب بحادث كان عنده 4 أولاد، ففقد ولدين وفقد عضوين من أعضائه. كان يقول لزواره أمامهم، يقول: اللهم لك الحمد، لئن أخذت ولدين فقد أبقيت ولدين، ولئن أخذت عضوين فقد أبقيت عضوين. عد أيادي المنن بتساعدك على أن تصبر على البلاء. مر رجل بإنسان لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق، ثم هو مقعد لا يتحرك، فقال لمن حوله: هل ترون عليه من نعمة تشكر؟ قالوا: لا، لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيحكي ولا بيتحرك. قال: بلى، أليس يبول فلا يتألم؟ هذه شغلة كثير كبيرة. نحن يا أخوان ما أحد يطلب البلاء، نحن نسأل ربنا العافية، لكن طبيعة الحياة لو نزل بإنسان منا شدة، لو امتحن بمعصية، لو امتحن بطاعة، الله وصف المتقين أول وصف الصابرين. وتذكر دائما ماذا أعد الله تعالى لك: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. الله بده يرضى عليك، والله بصير بالعباد. أول وصف من صفاتك أنت من المتقين الصابرين والصادقين. نصيحة يا أخوان: أما وإنكم مشيتم في درب الله فاصدقوا مع الله عز وجل، وقولوا لغير الصادق لا يتعنى. هذا الدرب لا يصح فيه إلا الصدق مع الله، هذا الدرب لا يصح فيه إلا الإخلاص مع الله عز وجل. فإذا قدمت إلى المسجد فاقدم إلى المسجد مخلصا لله، وإذا ذكرت فاذكر مخلصا لله، وإذا صليت صلي مخلصا لله،
وإياك أن تروغ روغان الثعلب قدام رفقات الجامع ملاح، بس يروح برات الجامع بعيد يفعل ما لا يرضي الله. إذا بدك الله يرضى عليك، إذا بدك رضوان من الله تعالى، إذا بدك جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، بدك تكون صادق، صادق مع الله. والله يا أخوان ما أحد منكم ويا أخوات يصدق مع الله عز وجل إلا وسيرفعه الله فوق ما يتمنى، وسيعطيه أكثر مما يتخيل، بس عليك أن تصدق مع الله. وهذا أمر متواتر يا أخوان، مو واحد مو اثنين مو عشرة مو ألف، الله 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 قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله معقول يخلف وعده؟ معقول يخلف كلامه؟ معقول ما يصدق في كلامه؟ بس ما عليك غير أنت تصدق مع الله. واحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم، صار في غزوة، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بنهاية الغزوة كان في غنائم، طلعت حصته من الغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث له إياها أنه تفضل، حمل هالغنائم أجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ما لي مثل هذا تبعتك، أنا جيت التزمت بالجامع والدين، ما بدي ممشان أخذ مصاري وممشان يكل لي هالغنائم. قال لما تبعتنا؟ قال وإنما تبعتك ليأتيني سهم ها هنا، وأشار بيده إلى نحره، فأستشهد في سبيل الله. أنا هيك بدي استشهد في سبيل الله، أنا طلعت على المعركة بدي استشهد في سبيل الله، بس الله ما كتب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. بالغزوة الثانية ما لقوه، إجا قاتل وبعدين ما لقوه لما خلصت المعركة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم دوروا عليه وينه، دوروا عليه لقوه بالشهداء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى سهما دخل هنا في نحره مكان ما أشار بيده، قال صدق الله فصدقه الله. هلأ أنت لما بتصدق مع دين الله عز وجل، بدك تخدم دين الله عز وجل، بدك تصدق بالانضباط بأمر الله عز وجل، والله الله لا يعطيك كل ما وعد الصالحين في كتابه. نصيحة يا أخوان، اجتهدوا في الإخلاص لله تعالى، اجتهدوا بالإقبال على الله إقبالا قويا، لا تمشي إلى الله حبوا، امشي إلى الله هرولة، امشي إلى الله سعيا، امشي إلى الله رقضا، امشي إلى الله بهمة. يا شباب أعطوا كل شبابكم لله، أعطوا كل وجودكم لله، لا تيجي تقول أنا بس أفضى بدي أجي على الجامع. شو بس أفضى تجي على الجامع؟ أنت كلك لله، كلك لله، وبس بدك تروح لتقضي شيء من حياتك الدنيا، بدك تأكل لك شوي تشرب لك شوي لتبقى حيا، بدك تنزل على العمل مشان تعمر هذه الأرض، وبقلب العمل بدك تقيم شريعة الله عز وجل. إذا صدقتم مع الله عز وجل أعطاكم الله عز وجل من سعادة الدنيا ما لا يخطر لكم على بال، وادخر لكم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، وأكبر من كل ذلك ورضوان من الله. تخيل بكرة بس توقف بين إيدين الله، الله يقول لك رضيت عليك يا عبدي، الله أكبر، والله بتسوى كل وجودك في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.